مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من الشاشه التفاعليه الشوف تي في. انتشرت مؤخرا صور صادمه على مواقع التواصل الاجتماعي كتبين مجموعه ديال الفلوس محروقين في محافظه البحيره في مصر، ولكن الصدمه هي السبب ديال هذا الحريق. هذا الشاب خبى هاد الفلوس في الفران اللي كيتواجد بالمنزل ديالو على اعتبار ان هذا المكان ما غاديش تشوفوا الزوجه ديالو، وقامت الزوجه باشعال فرن الغاز باش تحضر الغداء بلا ما تعرف بلي هذا هو المكان اللي اختار الزوج ديالها باش يخبي فيه الفلوس عليها. وما قدرش هاد الشاب 30 ينقد المبلغ ديالو اللي كيبلغ حوالي 420 ألف جنيه، أي ما يقارب 23 مليون درهم مغربي. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.